الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوك المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا متنوعه، فيها الحادق وفيها الحلو، بس كلها حاجات على قد ايدينا، وكلها حاجات موجوده في البيت، وكلها حاجات يعني المفروض ان هي اساسيه حاجه، بس احنا هنعملها بحاجه ثانيه خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اول وصفه معايا طبعا النهارده يعني انا مستخدمه فيها البطاطس المحمره. البطاطس المحمره مش ان هي تتعمل بطاطس محمره وتتاكل لوحدها وبس، لا، احنا النهارده مستخدمين البطاطس المحمره ومقطعاها بالشكل ده اللي هي صوابع تخينه شويه، علشان اعمل منها طاجن يقضي حوالي 6-7 افراد. ده بجد؟ اه والله بجد. البطاطس ما اتعملتش ان هي تبقى متحمره بس، او ان هي تتعمل تبقى صينيه باللحمه، صينيه بالفراخ وبس، او محشيه. لا، النهارده واخدين البطاطس محمره حاطينها في حته تانية خالص كده علشان تقضي 6-7 افراد. الطاجن اللي احنا هنعمله النهارده ده هيبقى ده. شايفه الطاجن حجمه عامل ازاي؟ يقضي 6-7 افراد. ادي الحجم اللي احنا هنستخدمه النهارده وهنستخدم فيه البطاطس المحمره. كل اللي محتاجاه حوالي 1.5 أو 2 كيلو علشان اطلع الطاجن ده كده. بنقطعها التقطيع اللي حضرتك عايزاه. عايزه تقطعيها صوابع، عايزه تقطعيها حلقات، عايزه تقطعيها صوابع تخينه زي ما انا عاملاها كده، اللي يعجبك، اهم حاجه نمشي على الخطوات مظبوطه. طيب هنعمل ايه تاني النهارده؟ هنعمل كمان بسله، او مش بسله، هنعمل طاجن خضار مشكل. بس انا كانونه يعني اعوذ بالله من كلمه، انا واحده ما بتحبش الفاصوليا الخضراء، فما بحبش ان انا احطها في طاجن الخضار المشكل. طب النهارده هنستخدم ايه؟ هحط البسله مع الجزر مع البطاطس مع اللحمه، وهعمل طاجن حلو كده سهل وبسيط. برضه هنعتبر ان الطاجن بتاع النهارده ده او الوصفات كلها بتاعتنا النهارده تعليميه لاي حد لسه بيدخل مطبخ جديد، لاي حد لسه ما بيعرفش الاساسيات بتاعت الاكله. طيب هنحلي؟ اه طبعا هنحلي. هنحلي بايه؟ هنحلي بام علي. ام علي يا نونا اللي بتتعمل بالملفيه؟ لا. طب اللي بتتعمل بالكرواسون؟ لا. امال اللي بتتعمل بايه؟ اللي بنعملها بالرقاق الطري. هتعملي ام علي بالرقاق الطري؟ اه هنعمل ام علي بالرقاق الطري، وهتطلع طعمه بشكل لا يصدقه عقل. فالنهارده ثلاث وصفات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله يتنور ورضاكم. قبل ما ابدا في اي حاجه، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه. من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم واسئلتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا حلقتنا. هنبدا بايه؟ هنبدا ب طاجن البطاطس او طاجن المحمره بالبشاميل. يعني ايه طاجن محمره بالبشاميل؟ هي البطاطس المحمره بس انا عايزه اطعمها، انا مش هبدا ان انا اقطعها واقليها واروح ايه احطها في الطاجن كده وخلاص، لا، انا عايزه اديها تطعيمه. التطعيمه بتاعتنا هتنزل حالا على الشاشه، وما قدرنا هتنزل على الشاشه ونشتغل واحده واحده. بس قبل ما قدرنا كمان ما تنزل على الشاشه، انا هنا بسخن ووك وبسخن حله. هعمل فيهم ايه؟ هنا هعصج لحمه وهنا هعمل بشاميل، علشان ما ياخدوش معايا المطبخ دايما ما ياخدش اكتر من وقتنا. هو نص ساعه تخشيها ساعه بالكتير لو الاصناف كتير او الاصناف تقيله، خلاص الموضوع خلص. شطبتي حوضك وغسلتي بتجازك والاكل على النار، قعدتي بقى بقيه اليوم ليكي ولولادك وبيتك، ليكي ولنفسك. فما نديش المطبخ اكتر من حجمه. اي عروسه بتتفرج عليا دلوقتي او اي واحده لسه داخله على حياه جديده، ما تديش المطبخ وقتك كله، هو ساعه بالكتير. خلصي اكلك وحالك ومحتالك وطلعي بره، ما تدخلوش تاني. بس طيب هنبدا بايه؟ هنبدا ان احنا حاطين ووك على النار وحاطه حله. هبدا الاول بتعصيجه اللحمه. هعصج اللحمه بطريقه بسيطه جدا النهارده. طيب لاي واحده لسه بتدخل مطبخ جديد، او حتى لو ست بيت وعندها اولاد وعندها حته ان هي ما بتقدرش تتحكم في العزومه. يعني ايه ما بتقدرش تتحكم في العزومه؟ يعني لما بيكون عندها عزومه بتبقى حاطه في دماغها ان هي تحط مبلغ كبير قوي. طيب نظبطها ازاي؟ او ان انا اعمل ازاي الاصناف كلها وتبقى ما شاء الله ماليه الترابيزه عندي او ماليه السفره، وابقى عامله صنف واثنين وثلاثه واربعه يشرفوني قدام ضيوفي، وفي نفس الوقت تبقى الميزانيه قليله على ايدي. طيب هنيجي اول حاجه لتعصيج اللحمه. بتعصجي لحمه، بتعصجي فراخ، اي حشوه حضرتك عايزاها زودي المكونات بتاعتها. يعني انا النهارده عندي نص كيلو لحمه مفرومه، عندي على النار ووك سخن هحط فيه شويه من الزيت. شايفين نص كيلو اللحمه المفرومه ده؟ عفوا، ممكن اي حد يشوفه. وبالنسبه للطاجن اللي انا عاملاه ده، نص كيلو لحمه مفرومه ايه اللي هيتعمل بالطاجن ده؟ ده مش هيبان، هحس ان انا مش عامله لحمه، الناس هتضحك عليا. لا، الناس مش هتضحك عليكي ولا حاجه. بص يا ست الكل، عندي زيت على النار وهنزل باللحمه بالشكل ده. مجرد ما تنزل اروح حاطه عليها شويه من الفلفل الاسود، اطلع الروائح الحلوه بتاعتها، واجي بعد النص كيلو لحمه مفرومه ده اعمل ايه؟ انا عندي بصل، ممكن تزودي بصل، 3-4 بصلات كبار كده، فلفل الوان، لقيت فلفلايه من كل واحده اروح واخدها مقطعاها صغير، مع سنه فلفل حامي، وممكن ما احطهاش، ممكن احطها سنه ثوم عشان اقطعها من الصنف عندي مع التوابل البهارات بتاعتي.
شايفين حبه اللحمه دول اللي هم نص كيلو، حتى لو ربع كيلو هوريكي دلوقتي الكميه بتاعتهم هتبقى عامله ازاي. طيب في ست الكل قاعده بتتفرج عليا دلوقتي تقول لي ايه، طب ما هي منى الحشوه كده كلها هتبقى عباره عن فلفل وبصل، طعم اللحمه مش هيبان. مفيش الكلام ده، جربي وهتشوفي بنفسك. طيب عندي اللحمه اهي، انا مطعمه بتوم، وادام عندي توم وبصل يبقى هنزل بالتوم الاول بالشكل ده، اطلع الروايح الحلوه بتاعتها مع التوابل، وبعد كده انزل بالمكونات اللي فيها سوائل. كل عروسه بتتفرج عليا دلوقتي لازم تعرف ان انا بنزل بالحاجه اللي فيها سوائل في الاخر. ايه اللي فيه سوائل؟ البصل فيه سوائل بيجيب ميه، الفلفل الالوان فيه سوائل بيجيب ميه، فانا مش عايزه انزلهم دلوقتي علشان ما يقفلوليش الدنيا او ان هم يطرولي المكونات اللي عندي. بصوا، يبقى من الاول خالص كان عندنا زبده وزيت، عندنا زيت بس، عندنا سمنه زي ما حضرتك عايزه. حطيت فلفل اسود، رجعت بعد كده نزلت بالثوم عشان يتشوح ويديني الروائح اللي تجنن، اللي تخلي البيت كله بيسال انا عامله ايه. حطيت التوابل الحلوه بتاعتي، ومش عايزه اقول لكم دلوقتي ريحه اللحمه وهي على النار عامله ازاي. سنه بسيطه من الفلفل الحامي بالشكل ده كده، كده خلاص اللحمه اتغير لونها وبدات تشرب السوائل اللي فيها، اللي هي زي ما بنقول كده بالبلدي ايه، بكت ميتها وشربتها، يعني نزلت السوائل اللي فيها واتشربت كمان، بدات بالشكل ده كده. ابدا هنا بقى يا ست الكل انزل بالحاجات اللي فيها سوائل زي البصل، وانزل كمان بالفلفل الاول، سواء بقى ربع كيلو لحمه مفرومه سواء نص كيلو لحمه مفرومه، فانت هتشوفي الكميه دلوقتي معانا عامله ازاي. مجرد ما كل ده يدبل ويشرب من التوابل ويشرب من تطعيمه اللحمه هتلاقي كل واحد، بص الكميه ما شاء الله عليها عامله ازاي، ولا حد يقول ان دي اصلا نص كيلو لحمه مفروم، وحتى لو ربع كيلو برضه هيبقى معانا زي الفل بالشكل ده كده. شايفين الحشوه ما شاء الله، اللهم بارك عليها. طيب على ما تبدا تستوي معايا، وعلى ما تبدا تديني التكايه اللي انا عايزاها او السوى اللي انا عايزاه، ايه هو السوى اللي انا عايزاه؟ ان هي تكون مستويه، والبصل هو كده اللحمه استوي، البصل يكون دبلان والفلفل، ما جيش مثلا اكلها في الطاجن والاقيها بتقرش، الاقيها مصحصحه، فانا عشان كده عايزه ادبلها كويس قوي. طيب هنحط لها سوائل، سنه سوائل بسيطه جدا، امتى؟ لما الاقي ان البصل والفلفل خلاص نزلوا السوائل بتاعتهم، ولقيت الصنف بتاعي بيلزق، او ان هو بدا ان انا ايه اعمل كده فاسمع الصوت بتاع الايه؟ بتاع ان هو مفيش سوائل في الحله، او مفيش سوائل في الطاسه اللي انا بشتغل فيها. طيب كده تمام وزي الفل. على ما تبدا تستوي معايا تعالوا نعمل البشاميل. البشاميل بتاعي النهارده انا عاملاه بالنشا، اللي هو اخف انواع البشاميل. محتاجه حليب كده، وادي النشا، عايزه تضربيهم في الخلاط ماشي، بس في نفس الوقت مش عايزاكي ايه تطلعي الخلاط وتبهدلي الدنيا وتزودي مواعين، فاحنا ممكن نعملها في بوله كده، وهبدا ان انا ادوبهم كويس قوي مع بعض. عندي حله سخنه على النار، الحله اللي على النار ما فيهاش ولا سمنه ولا فيها زيت ولا فيها زبده ولا اي حاجه. امال هتعملي ايه يا نونا؟ هحط البشاميل لوحده كده. بشاميل النشا ما بيحتاجش مواد دهنيه. طب لو انا عايزه احط له مواد دهنيه، مش هحط جبن على الوش، عايزه ان انا احط السمنه ديت علشان تحمر لي الوش بتاعي، ما عنديش اي مشكله. حطي سمنه، حطي زبده وزيت، حطي شويه زيت لوحدهم، اللي انت عايزاه. عايزه تعمليه وتيجي على الوش تسخني حته سمنه، او تسيحي حته سمنه، او تسيحي حته زبده وترشيها على الوش كده بالمعلقه، مش هتقول لك لا. اهم حاجه اعملي اللي انت عايزاه بالمكونات اللي موجوده عندك في البيت. طيب هعمل كده ونطلع على النار على طول. بسم الله. بالشكل ده الحلة عندي سخنة، هيشكل معايا على طول، اللبن عندي سائع ما عنديش اي مشكلة. طبعا انا مدوبة النشا برة، فما فيش حاجة اسمها ان في حاجة تكلكع معايا ولا الكلام ده كله خالص. الناحية التانية اللحمة معانا تمام. بص سامعين الصوت بقى؟ سامعين الصوت ده؟ الصوت ده معناه ان السوائل اللي عندي اتشربت، يبقى انا هحط ايه دلوقتي؟ سنة سنة من الميه، اللي هو ايه ربع كوبايه مثلا. شايفين؟ نكمل التسويه بتاعتها عادي. هنا البشاميل، شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، عايزه تحطي مكعب مرقه مش هيقول لك لا،
يبقى كده تمام وزي الفل. شايفه ان البشاميل عندنا مثلا قليل، هروح عامله كده، مش هيكمل لي الطاجن اللي انا عايزاه، هروح عامله كده. لو ما عندكيش حليب زياده زودي ميه، مش هيقولك لا. وطعامي كويس، مكعب مرقه ملح وفلفل اسود، هيطلع معاكي زي الفل. طبعا البشاميل النشا المفروض ان هو يبقى مش هقول القوام بتاعه تقيل، هيبقى عامل زي المهلبيه، لا انا عايزه القوام بتاعه متوسط، علشان مجرد ما يدخل النار هيتقل معاكي شويه. بص المنظر، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. نشيل من على النار ويلا اوريه لكم. بسم الله، شايفين بص شكله عامل ازاي. تعالوا كده نجيب كبشه واوريكم القوام بتاعه. بصوا كريمه، بصوا المنظر ما شاء الله، اللهم بارك. طيب هسيب البشاميل بتاعنا كده، واللحمه هنا معانا تمام جدا جدا جدا. بصوا نص كيلو لحمه، بصل دبل، فلفل دبل، الروايح تجنن. يلا بينا كده، بسم الله. نبدا بقى دلوقتي نجمع الطاجن، وزي ما قلنا دايما اهم من الشغل ظبط الشغل، اهم من ان انا اعمل طاجن ان انا اظبط التطعيمه بتاعته حلوه قوي. طيب بطاطس متحمره، عندي شويه من الثوم وشويه من الفلفل الحامي وحبه من الزيت، سنه بسيطه من الملح وحبه كمون. الخليط اللي انا عاملاه دوت هيطعم لي البطاطس اللي احنا عاملينها دي بطريقه هايله، مش هتاكلي ولا هتدوقي احلى من الطاجن ده اللي اذا كنت عاملاه بطريقتي، او اذا كان حد اتفرج عليا وعمله هتاكليه بس عنده. فالناس اللي هيجربوا الطريقه دي استحاله هيلاقوا اي حد يعمل زيها، او ان هو يشتغل بيها، او ان هي تطلع نفس التطعيمه دي الا اذا كان اتفرج على الحلقه بتاعتي. التطعيمه دي تجنن تجنن تجنن. بصوا كده، يبقى انا كده طعمت البطاطس بتوم وفلفل وشويه كمون وملح، عندي الطاجن بتاعي اهو، واعمل كده. نزلت البطاطس بالتطعيمه بتاعتها كده، عايزه اقول لكم ريحتها تجنن، والله ريحتها تجنن. واروح جايبه اللحمه الحلوه بتاعتنا دي واروح عامله كده، شايفين نص كيلو لحمه عمل لي طاجن يكفي 6 7 افراد، وحتى لو ربع كيلو برضه هيعمل لي طاجن يكفي نفس الطاجن، ونزود البصل والفلفل. شايفين بصوا الشكل عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ارجع بعد كده اجيب البشاميل بتاعنا الكريمي الحلو ده، بشاميل النشا، واعمل كده. يلا بينا، بسم الله. خد وقت ما خدش وقت، بصوا لون البشاميل عامل ازاي، بصوا القوام بتاعه نفسه عامل ازاي، حاجه كده ما شاء الله، اللهم بارك، زي الكتاب ما يجي. ارجع بعد كده اروح مدخلاها الفرن تحت الشوايه. ليه تحت الشوايه؟ علشان انا كل حاجه عندي مستويه، اللحمه مستويه والبشاميل عندي مستوي والبطاطس مستويه، فانا مش محتاجه ان هو يقعد ياخد وقت تحت الفرن، فلا اهو يلا تحت الشواية على طول ياخد اللون الحلو بتاعه، ونرجع بعد الفاصل نشوف شكله عامل ازاي. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل عندنا طاجن خضار مشكل اللي هو عباره عن بسله وجزر وبطاطس، مش حط حاجه تانية خالص فيه، بس مع حته لحمه. بصوا كده، اوعى، شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي، ريحتها قلبه البلاتون. بصوا المنظر، تعالوا لما نرجع من الفاصل نشوف عملناها ازاي، وصلناها ازاي للشكل ده، ونبص على البشاميل بتاعنا اللي في الفرن، ونعمل طاجن الخضار المشكل، وهيكون لسه عندنا ام علي بالرقاق الطري، وهنشوف ازاي هيكون طري وازاي عاملين بيه ام علي. كل دوت هنعرفه لسه بعد الفاصل، وعلى طول وعلى مدار حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلازوكا.
رجعنا من الفاصل، حطينا البطاطس او المحمره بالبشاميل في الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده، ياخد اللون الحلو بتاعه. عايزين تسيحوا حته سمنه او حته زبده وتحطوها على الوش، ما عنديش اي مشكله خالص. عايزين تسيبوها زي ما هي كده اهوت، هتاخد اللون اللي احنا عايزينه وهنشوفها مع بعض. هنشتغل في ايه دلوقتي؟ هنشتغل في طاجن الخضار المشكل باللحمه. واللحمه هنا عندي بتتكلم عن نفسها، وريحتها بتتكلم عن نفسها، وشكلها بيتكلم عن نفسه، وحاجه كده عظمه من الاخر. بصوا المنظر، انا عندي استعداد ان انا اطلعها بالشكل ده كده وارش عليها رشه ملح وفلفل اسود، ومش عايزه اكتر من كده. في رغيف كده معمول جوه بعضه كده اهوت، حاف، لا انت حاف دي لا، يتمسك الرغيف البلدي كده ويروح داخل جوه بعضه زي المركب كده، ويتحط فيها الحتتين مع رشه ملح وفلفل اسود، حاجه كده مقرمشه ومحروشه وطعمها في منتهى الجمال. طيب عملنا اللحمه دي ازاي؟ عشان كل حبايبنا اللي لسه بيتفرجوا علينا واللي لسه بيدخلوا مطبخ جديد، عملناها ازاي؟ كل اللي عملته ان انا جبت اللحمه من عند الجزار ايا كان نوعها ايه، ايا كان نوع، والله مش فارق معايا ايا كان النوع اللي انت بتحبيه. طيب حطيت حبه سمنه على النار وبدات ان انا اشوح مع شقشاء ميه في شقشاء ميه، بس اول ما بحطها تتشوح لازم رشه الفلفل الاسود، لازم. تحسوا ان هي كده بتدي اللحمه او الفراخ اللي هي بتتشوح او ايا كان بتشوحي ايه، تحسي ان انت تديله فخامه كده، انت شامه ريحه كده، ريحه تخليكي ان يعني بصي اللي ريقك يجري بالبلدي بتاعنا كده. فرشه الفلفل اللي بنحطها مع اللحمه دي هي اللي بتخلي ريقنا يجري. نرجع بعد كده خلاص اتشوحت وتغير اللون بتاعها خالص، ابدا اكون مغليه ميه او حاطه ميه في الكاتل وتكون مغليه. تكون مغليه، اوعي 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 تكوني بتعملي لحمه وتجيبي لها ميه من الحنفيه. بتوقفي السوى بتاع اللحمه، بتاخديها بتخليها تاخد وقت كبير قوي في السوى، وفي نفس الوقت تلاقيها بتشد وبتعض. تحسي تقولي هي اللحمه دي كبيره، هي بتشد كده ليه؟ هي بتعض كده ليه؟ ما هو حضرتك بتوقفي تسويه اللحمه بسبب الميه اللي بتحطيها من الحنفيه او الميه اللي هي مش مغليه، فعلشان كده يبقى في كاتل بيغلي على جنبينا او ميه بتغلي على النار لو حضرتك ما عندكيش كاتل، علشان نزود بيه اللحمه شويه شويه. نزود اللحمه، نستنى تشرب الميه بتاعتها، نزود تاني. اللسوعه بتاعتها دي او الغليان بتاعها ده هو اللي بيخلي تطعيمه اللحمه وريحتها تبقى بالشكل ده. نفسي نفسي يخترعوا حاجه علشان تشموا الروائح اللي احنا شغالين بيها. هقفل كده واسيبها مع نفسها. واجي الناحيه الثانيه بعمل ايه؟ بسخن حله على النار، هحط فيها زبده وزيت عشان عايزه اعمل الخضار المشكل بتاعنا. الحله سخنه فهنبدا بالزيت الاول، علشان لو نزلت بالزبده هتحرق لي، هتغمقها لك وتغمق لك الخضار. بسم الله، هروح نازله بالزبده كده بالشكل ده. بص انا حاطه كل اللي هحطه في طبق واحد، يعني انا حاطه اول حاجات هحطها كلها في طبق واحد. بصوا اللي هو ايه، حطيت الزيت وحطيت معاه الزبده، عندي صلصه طماطم وعندي ثوم وعندي فلفل حلو، انا حاطه ده كله في طبق واحد عشان هينزل مع بعض. طيب هبدا بايه؟ هبدا بالثوم والفلفل. انا عايزاه يتشوح تشويحه حلوه كده، اطلع الروايح بتاعه الثوم. طيب في اموره وعروسه دلوقتي داخله على جواز وقاعده دلوقتي بتتفرج عليا وبتقول مع نفسها كده، طب انا ليه ما حطيتش البصل الاول وشوحته مع بعض وبعد كده نزلت بالثوم؟ بص يا ست الكل، بص يا ست العرايس، انا نزلت بالثوم ليه؟ عشان يطلع لي الروائح الحلوه بتاعته. لو انا نزلت بالبصل الاول، البصل فيه سوائل، فلو جيت نزلت بالثوم بعدها مش هحس بريحه الثوم، ممكن احس بتطعيمته، ممكن احس بطعم الثوم، بس هبقى حاسه بطعم الثوم ان هو ايه، ني شويه. لكن لما انزله كده ويطلع لي الروائح يبقى انا كده خدت الاثنين في واحد، اللي هو ايه، ريحه حلوه قوي تجري ريقي وفي نفس الوقت تطعيمه في منتهى الجمال. طيب نزلت بالثوم والفلفل كده واروح نازله بصلصه الطماطم. ليه نزلت بصلصه الطماطم؟ عشان انا عايزاها تتشوح شويه مع التومه. بصوا المنظر، الريحه انا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي بجد. طيب اتشوحت شويه كده وارجع بعد كده اروح نازله بالبصل. كده خلاص انا خدت الروائح الحلوه اللي انا عايزاها، تشويحه التوم مع الفلفل اداني ريحه حلوه قوي، لما نزلت بالطماطم اتشوحت معاها شويه او صلصه الطماطم ادتني ريحه جميله قوي، انزل بقى بالبصل فانا خدت اللي انا عايزاه، الريحه وهاخد الطعم. يتقلب شويه كده، سنه من الملح، سنه من الفلفل الاسود بالشكل ده كده، واللحمه الناحيه الثانيه الروايح بتاعتها روعه. عملت كده هنزل بايه دلوقتي؟ هنزل بمعلقه السكر
وليه يا نونا حاطه سكر النهارده في طاجن الخضار بتاعنا؟ علشان صلصه الطماطم اللي انا حطاها مش عايزاها تبقى حاميه. حطيت كمون، سنه من البهارات، وارجع بقى احط الفلفل الاسود بتاع التطعيمه او بتاع الحياء بتاعي، وشويه المرق. عايزه تحطي مكعب مرق مش هيقول لك لا. عايزه تزودي الخليط ده بتاعنا بعد كده لو انت مثلا سلقه لحمه او سلقه فراخ وليها الشوربه بتاعتها برده مش هتقول لك لا. اتشوح كده كله مع بعض، ارجع انزل بالخضار اللي هو بطاطس مكعبات، وعندي بسله وجزر. العصاره اللي نزلت من اللحمه كلها انا لسه هحطها على الخضار ده. تخيلي الجمال ده كله اللي نازل من اللحمه كله هيتصب على الخضار دلوقتي، كله هيتصب على الخضار. سامعين الصوت؟ اكنها بتتحق. بصوا سامعين؟ شايفين؟ بصوا التحميره، بصوا شكل حته اللحمه، التحميره واللسواه عامله ازاي. ده دي بقى تخيلوا لما تنزل على الخضار كده. يلا بينا. يا الله، ايه ده ايه ده ايه ده، بالشكل ده كده اللحمه اصلا تعتبر عندنا مستويه. يا دوب بقى لما تاخد تسويه البطاطس مع البسله والجزر هتبقى حته دايبه، بس مش هتبقى اكنها مسلوقه، لا هتبقى اكنها متحمره بسبب اللسوعه اللي احنا عملناها في اللحم. بسم الله، اقسم بالله حته طاجن خضار مشكل عظمه 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 عظمه. بص كده يا جيمي، عايزه الف الطاجن. بصوا المنظر، نلف الطاجن عشان كله يبقى لون واحد. وزي ما قلت لكم احنا مش حاطين فوق ولا ماده دهنيه ولا حاطه سمنه ولا اي حاجه خالص. هي البشاميل بتاعه عباره عن ايه؟ نشا وحليب. بسم الله، كل حاجه عندي مستويه في الطاجن، سواء البطاطس سواء اللحمه سواء البشاميل، وكله زي الفل. نعمل كده، يكمل التحميره بتاعته ونرجع نطلعه. نرجع لطاجن الخضار المشكل اللي على النار اللي ريحته تجنن. طبعا بتحبي الفاصوليا الخضراء حطي فاصوليا خضراء، ما عنديش اي مشكله خالص. عايزه تحطي كوسه ما عنديش اي مشكله خالص، بس انا حابه النهارده ان هو يكون عباره عن بسله وجزر وبطاطس. طيب بصوا كده الدورق اللي احنا عملنا فيه، شايفين؟ بحط ميه سخنه، ميه سخنه، ما احطش ميه من الحنفيه علشان ما توقفليش السوى بتاع اللحمه وما توقفليش السوى بتاع الخضار. بالشكل كده. وطبعا مجرد ما الخضار استوى يبقى الطاجن بتاعي استوى بالمنظر ده. ياخد غلوتين كده الخضار يبدا ان هو يدخل في السوى، اروح شايلاه وحطاه في الطاجن بتاعنا وحطاه في الفرن. ياخد بقى الشمخه بتاعت الفرن كده، ياخد اللسوعه بتاعت اللحمه من على الوش كده، الخضار نفسه ياخد لسوعه كده من الفرن. فتيجي تقدميه بقى، عايز تقدميه في طاجن بايركس كبير، عايزه تقدميه في طاجن فخار، زي ما انت عايزه، على حسب امكانياتك وعلى حسب انت بتحبي تقدمي الاكل ازاي. طبعا هيتعمل مع حبه رز ابيض كده او حبه رز بشعريه، مع طماطميه متبله او بتنجان مخلل، طبق ملوخيه صغنن كده، وصحتين وعافيه على قلبكم. يلا بينا نطلع فاصل. طاجن البطاطس بتاعنا الله اكبر عليه موجود في الفرن اهو، ممكن اطلعه واحنا في الفاصل لان هو فاضل حاجات بسيطه بس ياخد لون من هنا وهنطلعه. نقفل عليه كده دقيقه كمان ونطلعه، و الخضار المشكل عندنا باللحمه على النار. نرجع بقى من الفاصل نعمل ايه؟ نعمل حته طاجنين ام علي يستاهلوا بقكم، حاجه كده مسكره لازم بعد الحلو اللي احنا عاملينه النهارده ده في الحوادق نعمل الحلو بقى المسكر. هنعرف تفاصيله ايه وهنعرف مقاديره ايه وازاي رقاق طري عامله بيه ام علي، كل ده هيتعرف بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل. بعمل ايه دلوقتي؟ انا بقرب الشبكه بتاعه الفرن من الشوايه بزياده،
ليه بعمل كده؟ عشان انا عندي الخضار مستوي واللحمه مستويه وتمام وزي الفل، انا محتاجه تشميعه، محتاجه لسوعه. اللسوعه دي انا مش عايزه الطاجن يتحط في نص الفرن والخضار يتهري، لا انا عايزه اكلها كده، احس بالخضار، احس بكل قطمه او كل معلقه معايا احس بيها. طيب تعالوا دلوقتي هنعمل ايه. عندي دلوقتي الخضار بتاعي تمام وزي الفل، دقته في الفاصل داخل في التسويه وكان فاضل عليه سنه ملح وحطيتها. طيب يلا بينا دلوقتي نفضيها، بسم الله، في الطاجن بتاعنا ونحطها في الفرن. بالمره بقى وانا بفضي كده انا عايزه اكلمكم النهارده على الطقم اللي انا شغاله بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطقم اللي انا شغاله بيه ده الطقم ال 23 اللي كلكم بتستنوه وما بتصدقوا ان هو رجع من تاني. بصوا المنظر، بصوا شكل الحله، ننزل الخضار اللي فيها ده كده اكني ما كانش معمول فيها اكل اصلا. طيب واحده دلوقتي قاعده لسه بتتفرج علينا هتقولي ايه المشكله، ما اي خضار بيتفض من اي حله وما بيبقاش لازق. ماشي معاكي للاخر، وهوريكي دلوقتي حاجه تانية عشان تثبت الكلام بتاعي. اكتر حاجه بنختبرها علشان نعرف طقم الحلل دوت كويس ولا لا هو الرز، وانا اتكلمت في الموضوع ده. انا ممكن ما احطش في الفرن على طول، خليها زي ما هي كده، انا حابه صوصها وسلطاتها وبابا غنوجه كده. طيب ادي الخضار اهو، انا الحله ديت شغالين بيها من اول الحلقه، الايدين بتاعتها مفيش حاجه اسمها ان هي توصل حراره، مسكتها وصبيت بيها وعملت فيه البشاميل، الوك عملت فيه لحمه مفرومه، فالطقم ال 23 ايا إن كان انا عندي كذا صنف بشتغل فيهم فهو مقضي وموفي ومكفي. مقضي وموفي وكفي. ما طلعتش طقم حلل تاني، هل انا ما اقدرش ان انا اطلع طقم حلل تاني؟ لا اقدر ان انا اطلع طقم واثنين وثلاثه واربعه كمان، لكن هو مش مخليني ان انا اقدر اطلع طقم تاني. ليه؟ لان كل حاجه فيه انا استخدمتها. الوك عملت فيه لحمه مفرومه، الحله الصغيره عملت فيها البشاميل، الحله التانية الصينيه اللي انا كنت بشوح فيها اللحمه، الحله اللي عملت فيها البسله والخضار، الحله اللي عملت فيها الرز. بصوا المنظر، بصوا كده جوه الحله، انا بصوا مجرد ما ميلتها بصوا بيتزحلق ازاي. ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، ان طقم الحلل سواء ال 23 او ال 10 او ال 15 او اللي نازل جديد اللي مش هقول لكم عليه دلوقتي، بصوا انتوا شايفين اكننا غاسلين الحله، مفيش حاجه بتلزق. اكتر حاجه تخليكي تعرفي ان الطقم دوت كويس او لا هو تسويه الرز. تسويه الرز لما يطلع بالشكل ده كده ويطلع لك مظبوط ويطلع كميته وفيره، ولا في حاجه لازقه ولا الكلام ده كله، ولا هنقول مثلا ان نص الرز اللي احنا عاملينه راح في الحله عشان لازق، مفيش الكلام ده. بصوا المنظر، سهل تنظيفه، سهل استخدامه، سهل عمايله، سهل تخزينه. بصي ما شاء الله اللهم بارك. فانت النهارده مستخدمه طقم او معاكي طقم 23 قطعه في اكبر حله فيك يا مصر، مقاس 32، تاخد بطايتين او فرختين كبار. بص المنظر عامل ازاي، بص انت مش محتاجه، عندك طاسه بيد، عندك كوكا، عندك جريلا، عندك طاسه، عندك صينيه مربعه او مستطيله، عندك قالب كيك، عندك كازرولا بغطا وبيد، عندك صينيه بيتزا، عندك صواني بغطيان، عندك صفايه بطاطس. شايفه المنظر ده؟ غير استنى نزود كمان عليهم الحلتين اللي احنا لسه مستخدمينهم. 23 قطعه نجيبه منين يا نونا؟ عشان يجي لي زي ما انا ما بتكلم عليه واللي انا قصدي عليه، تاخديه من صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ حضرتك في ارقام على الشاشه قدامك، ثلاث ارقام للثلاث شبكات بتتصلي بيهم ويجي لك المنتج لحد باب البيت. قولي لهم بس انا عايزه الطقم ال 23 اللي كانت نونا بتتكلم عليه النهارده. الطقم ال 23 اللي كانت نونا بتتكلم عليه النهارده. طيب نون انا بجهز بنتي ومش هجيب لها الطقم ده، انا عايزه اجيب لها حاجات تانية كتير. هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان حضرتك تدخلي صفحه سوق المطبخ تشوفي كل اللي انت عايزاه، اكنك بتلفي في محل بس وانت مكانك. شفتي آلة الزمن؟ اهي صفحه سوق المطبخ دي آلة الزمن، قاعده مكانك وبتلفي الدنيا كلها وانت ما اتحركتيش من مكانك. بتعملي كده، بتفتحي الموبايل، بتمسكي الكاميرا اكنك هتلقطي صوره وتقربيها من المربع الصغير اللي موجود معانا على الشاشه بالشكل ده كده. بسم الله، بيطلع لك لينك، بتدخلي على طول على الصفحه اللي اللينك طلع لك بيها، بتلاقي صفحه سوق المطبخ اهي. ادي صفحه سوق المطبخ اهي، عليها واتساب بتدوسي عليه، بتخشي تتكلمي معاهم وتطلبي اللي انت عايزاه، ما عنديش اي مشكله. عامل كده
بصي عندهم عجان لسه ما اشتريتيش العجان، هتلاقي العجانه 4 في 1، هم كاتبين عجان 3 في 1 لكن هو 4 في 1، وبتاخدي عليه هاند بلندر فهم كمان كده 5 في 1. عندنا ايه تاني؟ عندك اطقم توابل، عندك الطقم ال 23، طقم حلل جرانيت ايطالي تقفيل مصري 23 قطعه مدور لونه اسود بالشكل ده كده. عندنا ايه تاني؟ ادي الطقم ال 23 برضو. عندنا باكجات للعروسه، اطقم سكاكين، شنط سكاكين، شنط معالق زي ما حضرتك عايزه، اطقم حلل ايا كان المقاس اللي حضرتك عايزاه ايه، مش شرط تكوني عروسه علشان تدخلي صفحه سوق المطبخ، حتى لو بتجددي مطبخك وعايزه طقم جديد بدل الطقم القديم اللي عندك ويعيش معاكي سنين كتير ومعاه ضمان، مش هتلاقي احسن من الاطقم بتاعتنا. في كمان محضر الطعام اللي بيقوم ب 38 وظيفه، يعني معاكي 38 مساعد في المطبخ. الطقم ال 23 تاني موجود اهو ما شاء الله، اللهم بارك عليه. عندنا الخلاط الجبار اللي بيجرش الزلط معاه هاند بلندر هديه، وتقدروا تلحقوه دلوقتي علشان لو خلصت الهديه هترجعوا ان انتوا تاخدوا الخلاط بس من غير الهاند بلندر. فاستفادي ان حضرتك تستفادي تاخدي خلاط وتاخدي معاه مطحنه وتاخدي كمان هاند بلندر، الثلاثه مع بعض بسعر واحد. عندنا ايه كمان؟ عندنا طقم حلل جرانيت 10 قطع مدور اسود. الصفحه مليانه حاجات كتير، عشان كده لما بقول ان صفحه سوق المطبخ الاقرب لك والاوفر لك والاضمن لك انا ما بكدبش. اوفر لك في ايه؟ ان الاسعار اللي موجوده كلها على صفحه سوق المطبخ استحاله يكون ليها منافس، مش هتلاقي زيها بره مهما تلفي ومهما تدوري وتروحي العتبه وتروحي سوق الحمام التلات عشان تجيبي منه وتقولي الحاجه ارخص، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا جايبه لك اسعار وبتنزل المنتجات بتاعتنا باسعار لا تدخل مجال المنافسه، مفيش حاجه اسمها ان انت تنافسينا، مفيش حاجه اسمها ان اي محل بره يديكي باسعار اقل من اللي احنا بنعمل بيها، مفيش الكلام ده. طيب عندي ايه كمان في صفحه سوق المطبخ اللي هي اضمن لك ان حضرتك بتاخدي المنتجات بتاعتها وانت مغمضه، عليها ضمان 3 سنين، الخلاط اللي لسه مكلمه حضرتك عليه الدورق بتاعه والمطحنه عليه ضمان 10 سنين، اقل جهاز موجود في صفحه سوق المطبخ عليه ضمان 3 سنين، الجهاز بس بتاع الخلاط هو الموتور بتاعه عليه ضمان سنتين، اطقم الحلل اللي بنتكلم عليها النهارده اللي هي طقم ال 23 عليه ضمان 3 سنين ضد عيوب الصناعه. بيدوكي كمان ساعات معاه، على مش عارفه لسه العرض ده شغال ولا لا، بيدوكي معاه طقم سيليكون تركي هديه علشان انت تستخدميها مع الطقم علشان يعيش معاكي العمر كله. فاللطقم بتاع سوق المطبخ سواء الحلل او الاجهزه او ايا كان الطقم اللي انت واخداه من الصفحه بتبقي واخداه وانت مغمضه عينك، زي ما بيقولوا بالبلدي بتاعنا كده حتى في بطنك بطيخه صيفي، بتاخدي الحاجه وتنسيها علشان ان هي اصلا مخامتها حلوه جدا، الماركات ماركه مضمونه، حاجات كده ما شاء الله اللهم بارك عليها، واللي استخدمها واللي جرب حاجات سوق المطبخ يقدروا ان هم يتكلموا عليها الله اكبر اللهم بارك، حاجات بتاخديها وانت مغمضه، حاجه سوق المطبخ بتاخديها وانت مغمضه. يلا بينا نشتغل في ام علي، والناس اللي عايز تلحق الطقم ال 23 تلحق تدخل على الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه او الكيو ار علشان تلحق تحجز الطقم الجبار. طيب بصوا بقى عندي هنا ام علي، شايفين ده؟ ده رقاق. ايه القرمشه الجميله دي يا نونا؟ ده رقاق؟ اه والله رقاق، رقاق طري عادي خالص، بنجيبه بنقصقصه بالمقص بالشكل ده كده، وابدا اروح حاطه حته سمنه حلوه كده واروح مدوباه مسيحاها وابدا ان انا اقلب الرقاق ده فيها، نحط ونقلب نحط ونقلب بيتشوح بالشكل ده كده. عايزه دلوقتي اعمل ايه؟ هروح جايبه حليب دافي ما يبقاش مغلي، لا انا عايزاه دافي، انا كنت حاطه دي عشان انا ادفيه شويه لكن انا لقيته دافي بالشكل ده، احلي كده، ادوب السكر كويس واتاكد ان هو داب، احط مع السكر والحليب دوت السوداني، عايزه بقى تحطي زبيب تحطي جوز هندي زي ما انت عايزه بس انا بحبها بصراحه بالسوداني بس، ادوب السكر واتاكد ان هو داب، ممكن سمنه او لو فيه كريمه، دوبت السكر مع السوداني جوه الحليب الدافي وهنزل كده. بصوا انا عملت ايه، بالشكل ده انا عايزاه يدوب شويه او عايزاه يطرى شويه، مش عايزه ان انا احطه في الطاجن وهو ناشف كده اروح جاي حطاه في الفرن ويفضل ناشف زي ما هو. انا كانونه يعني اعوذ بالله من كلمه، انا بحب اكله مقرمش كده، ممكن ما اعملوش ام علي اصلا، تمام؟ ممكن اروح مسخنه الحليب ومسكراه وابدا ان انا اكون محمره الرقاق بالشكل ده
بصراحه اكتر حد بيعمل لي الاكله ديت وعارف ان انا بحبها هي ماما، ربنا يديها الصحه ويعافيها ويشفيها ويخليها لنا يا رب ويطمني عليها دايما. بتعملها لنا ان هي تروح ماسكه الرقاق مقصقصاه كده وتفضل تحمره في معلقه السمنه وترجع تكون غاليه اللبن ومحلياه، وان احنا ناخد الطبق كده نحط فيه الرقاق اللي هو الطري دوت ونروح صبين عليه اللبن، بيبقى في منتهى الجمال. فلو عايزه تعملي حاجه زي كده ماشي، عايزه تعمليها في طواجن وتحطيها على الوش حبه كريمه، عايزه تحطي كريم شانتيه، عايزه تحطي حته سمنه على الوش، ما فيش اي مشكله. بصوا كده هاتولي السمنه اللي هي قشطه ديت، اللي هي حته قشطه، عايزه حته قشطه عشان تتحط على الوش كده تديني تطعيمه حلوه. هعمل كده، بدا الرقاق بتاعي يطرى شويه، بصوا ما بقاش مقرمش زي الاول. هروح واخده كده بالشكل ده، طبعا لسه هحط عليه حليب كمان، انا عايزه اقلب كده علشان هو لسه المفروض يتشرب زياده، فهيتشرب بقى في الفرن. الفرن شغال عندي على درجه حراره 200، اسهل ام علي واطعم ام علي ممكن تاكليها وارخص ام علي ممكن تاكليها. السوداني ماشي فيها، عايزه تحطي اي نوع مكسرات ما عنديش اي مشكله، عايزه تحطي زبيب وجوز هند برده ما عنديش اي مشكله، على حسب ما ولادك بيحبوا وعلى حسب ذوقك في الاكل. بصوا القرمشه اللي بقت في اللي كانت موجوده في الرقاق والصوت القرمشه دوت ما بقاش موجود. ليه؟ لان هو طري شويه، بس مش معنى ان هو طري لا هو باش، لا ما هو ما باش بالشكل ده. عايزه بقى تحطي زي ما قلت لك كريم شانتيه مش هيقول لك لا، عايزه تعمليه حته سمنه على الوش مش هتقول لك لا بالشكل ده. كل ده لما يدخل الفرن كل ده هيتشرب والرقاق بتاعنا هيطرى ويتشرب. طيب حد دلوقتي بيتفرج علينا بيقول لي ايه، طب لما انت اصلا هتحطيه في الرقاق في الحليب حمصتي لي، ما كده كده اصلا هو ناشف، حمصتي لي علشان يديني شباب. انا عندي السمنه هي ورايا، ما حدش قال لي السمنه علشان يديني القرمشه والمسكه اللي انا عايزاها، يديني الفخامه اللي انا عايزاها لما يطرى مع الحليب كده وهو في الفرن، احسن بكتير ما اروح ماسكاه طري واروح حطاه في الحليب على طول. شباب انا جات لي انا لقيت ورايا سمنه، بصوا كده بالشكل ده. هتبدا ان هي تسيح وتبدا تديني اللون اللي انا عايزاه. الفرن عندي شغال تمام وزي الفل بالشكل ده كده. انا مش عايزه اكتر من كده. شايفين بدا اصلا بدا الحليب يعني الرقاق اللي احنا محمرينه بدا ان هو يبقى باين، هيبدا ان هو بقى يشرب الحليب اللي في الجوانب دي كلها ويبدا ان هو يديني الطراوه اللي انا محتاجاها لام علي. بسم الله. السمنه تسيح تديني لون حلو على الوش. ارجع واقول عايزه تحطي كريم شانتيه، عايزه تحطي اي طبقه من على الوش كده هوت عشان تاخد منك اللي انت عايزاه او الوش اللي انت عايزاه، هيبقى معاكي زي الفل. نقفل كده ونيجي نعمل ايه تاني، ما عندناش اي حاجه تاني النهارده. بس كل اللي انا محتاجاه دلوقتي نوريكم حبه الرز المفلفلين اللي احنا عملناهم النهارده. طاجن الخضار المشكل باللحمه يجنن وريحته تهوز بجد. عندنا كمان الطاجن المحمره بالبشاميل. ايه هي المحمره ديت؟ بطاطس المحمره عاملينها بالبشاميل، حاجه كده تاخد العقل.
رجعنا من الفاصل. ام علي بتاعتنا في الفرن ومش عايزين ننسى حاجه زي كده، ما شاء الله بتاخد اللون الحلو بتاعها قوي، واللبن من تحت اللي هو الحليب بيبدا ان هو يغلي، فبيبدا ان هو يطري الرقاق معانا عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. مقرمشه من بره وطريه ودايبه من جوه، ده القوام الصح للمعلقه. دي كانت حلقتنا النهارده، بتتجدد لقائنا الساعه 10 الصبح بكره ان شاء الله باذن الله، واللي فاتوا اي حاجه في حلقتنا النهارده بيقدر يتابعها الساعه 9:30 مساء. طبعا زي ما حفظتوا كده معايا ان اي حاجه من وصفاتنا عايزين تشوفوها بتلاقوها على الاربع ابلكيشنات، سواء الواتساب او الانستجرام او الفيسبوك او اليوتيوب، كل ابلكيشن حضرتك بتفضليه هتلاقينا موجودين عليه. اسيبكم بخير واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.